كثرت في الآونة الأخيرة ونظرا لانتشار أشكال متنوعة من الابتزاز في وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزها ابتزاز الشباب للبنات، وهو عبر طبعا أكيد وسائل التواصل الاجتماعي. وفي المقابل ظهرت فتيات يبادرن أيضا بالابتزاز الشباب أيضا عبر السوشيال ميديا، وهو أمر يدعو للاستغراب. فما الأسباب التي تدفع أيضا بالفتاة إلى تهديد واستغلال الشباب؟ وما دور القانون في هذا الأمر؟ وإن العقوبات الرادعة لمثل هؤلاء؟ الحديث حول الموضوع معانا المحامية حنان العنزي. صبحك الله بالخير. أهلا، صبحك الله بالنور حبيبتي. يا هلا مرحبا. يعني أستاذة حنان، يمكن في البداية نسمع الكثير تتداول هذه الكلمة الابتزاز، فلو نشرح للمشاهدين شنو المعنى من كلمة ابتزاز. أول شيء صبحكم الله بالخير. يا هلا. وأنا يشرفني أن على طول اني اطلع على قناتكم الشيق الامانه واللي لها صداها ان شاء الله في المجتمع. تشرفينا في اي وقت اكيد. بالنسبه للابتزاز، طبعا اي احد يسمع كلمه ابتزاز يشمئز من هذه الكلمه. الابتزاز هي عباره عن الضغط او الاكراه من قبل احد الاطراف على الطرف الاخر لمقاصد اما ان تكون ماديه او تكون معنويه. فلفظ الابتزاز هو لفظ بشع نوعا ما، ولكن تم التعامل معه بشكل قانوني ولا عقوبات مقررة قانونية إن شاء الله رح نتكلم فيها. نعم، بس نتكلم بالتحديد عن الابتزاز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. نعم. شلون يتم؟ طبعا الابتزاز له عدة طرق. أحدث طريقة وللحين يعني مكتظة عندنا المحاكم بكثير من القضايا واللي احنا قاعد نمسكها في هذا الموضوع، الابتزاز بمواقع التواصل الاجتماعي. نعم. طبعا الابتزاز يكون من الجنسين، يكون من الرجل أو الشباب على البنات، ومن البنات نفسهم على الشباب، ولو أن النسبة والتناسب تفرق. يعني طبعا الشباب هم أكثر، ولكن في ابتزاز فتيات للشباب. تمام استاذ حنان، احنا راح اكيد راح نكمل في موضوع الابتزاز. نعم. ومن يبتز الاخر اكثر. نعم. في هذه. نعم. الاونه الاخيره. نعم. لكن في تقرير راح اشوفه انا معك ويا المشاهدين. نعم. استاذ حنان، شفنا التقرير. نعم. شنو اللي ممكن يؤدي بالشاب الى الابتزاز الفتى؟ مثل ما قلنا في بدايه الحلقه ان الابتزاز الغرض الاساسي منه هي الدوافع الماديه. تلقى انه هو الشاب في مقتبل العمر، فاضي، ما عنده أي نشاط رياضي، ما عنده أي نشاط فعال في المجتمع، بس مجرد أنه أهدافه بسيطة جدا، يقوم يلتجئ حق الشيء هذا، يبي يبتز البنت، ياخذ منها مبلغ معين يعني حتى ما يذكر من هذا، وعايش حياته على هذه الأمور. طبعا الغرض المادي هو المسيطر على الشباب حاليا، كما قلة الوازع الدين طبعا، يعني ما في أهم من عين في البيت، يعني أهم من التربية، الوازع الديني هذا شيء أساسي، يعني حتى لو كان هو محتاج ماديا بس مو هذه الطريقة. طبعا قلة الوعي القانوني، ما حد عارف أن هذه جريمة. هذه تعتبر جريمة. أكيد أكيد. نعم. هذه جنحة، والجنحة مجرمة. أنت دشيتي في الشق الجزائي هنا، أنت ما دشيتي في الشق المدني، إحنا دشينا في الشق الجزائي. العقوبة تصل من حبس إلى غرامة، فحبس أو غرامة أو حبس وغرامة. فيعني قلة الوازع الديني وقلة الوعي القانوني وقلة التربية وقلة المراقبة الأهل على هذه الأبناء، اللي هم دائما الفئه العمريه تكون ترى الفئه الصغيره، اللي هم احنا قاعد نتكلم عن الفئه دائما يعني المراهقين للعشرينات، فهم يعتبرون انه لحد الان يحتاجون الى من يرشدهم من هذا، ولكن الاهل يعني تلقين هم من يعني بعض الامهات وبعض الاباء هم من غاصوا في الدنيا وغاصوا في برامج السوشيال ميديا وغاصوا فيعني ينسون في بعض الاحيان الا من رحم ربي. بالفترة الأخيرة أستاذ حنان سمعنا يمكن شيء يستغرب المجتمع، أو إحنا مو متعودين دائما نسمع الابتزاز يكون من الشاب. نعم. من طرف الشاب إلى البنت، لكن الحين قاعد نسمع أن البنات قاعد يبتزون الشباب. صحيح. وهم يهددونهم. صحيح. شنو السبب أن الحين البنات جاءوا لهذه النوعية من الابتزاز تجاه الشباب؟ أقدر أقول وأفسرها بالمعنى العامي، الجرأة. الجرأة الغير مشروعة. الجرأة اللي جت للبنت من عدم مراقبة الأهل لها. التطور السريع اللي تم عندنا
من خلال هذه البرامج يخلي البنت تتجرأ أن تشوف هذا. طبعا في بعض المواقع اللي لم تحجب عندنا تجرأ أيضا البنت. التحدي بين البنات وبين الصديقات وإن أنا وإن أنا وإن أنا هذا أيضا يخرب البنت ويخليها تبتز الشباب. طبعا في ناس يقولون ايش دعوه الساده، هل في ابتزاز من البنات للشباب؟ اقول لكم فعلا انا ما قاعد اتكلم على ورق، انا قاعد اتكلم على واقع انا شايفته في المحاكم. هل السبب استاذة حنان يمكن لان دائما البنت يعني الجأت لهذا النوع من الابتزاز او هذه الوسيله، لان دائما تشوف ان القانون ممكن يكون دائما منصف المراه لانه قاعد يشوف ان البنت دائما ضعيفه واكيد هي ما راح تلجأ لهذه النوعيه، دائما الغلط على الشاب؟ لا انا فممكن هي تستخدمها لصالحها بحيث ان هي راح تقول ان انا مهما يعني ابتزيت او يعني احنا نقولها تم يعني تبليتي اي تبلت على شاب انزين، لان في حكم ان هي حطت في بالها اكيد صحيح. انا بالنهايه بنت وراح اتصدق. هذا الحكي يعني عفوا العامه ما يعرفون النقطه هذه. القانون مع المراه بالشق المدني فقط. اللي هو شنو الشق المدني؟ يعني بامور الاحوال الشخصيه، بالنفقات، بالطلاق، بالزواج، هالامور هذه اوكي ينظر لها كعنصر ضعيف شرعا مقرر على الرجل هو الصرف عليها و و و و وتحمل مسؤولياتها من زوج، من اخ، من اب. ولا هذا الشق المدني. ولكن اذا دشينا بالشق الجزائي والجنائي احنا هني طلعنا من موضوع نوعيه الجنس اللي عندي ولد ذكر او انثى، احنا دشينا هني في فعل مجرم قانوني تنزل هي متهمه فيه بغض النظر هل هي بنت ولا هل هي ذكر شاب. القانون الجزائي ما يفرق بهذه الناحيه، ولازم انا يعني انوع النقطه هذه على اساس لا ياخذون فكره ان ترى البنت القانون معها 100% في جميع النواحي، ما احنا القانون مو واحد عندنا. احنا عندنا اجزاء بالقانون، عندنا يعني عندنا القانون المدني، عندنا التجاري، عندنا الجزائي، عندنا الايجارات، عندنا قوانين عده. ولكن الناس خذت والمتعارف عليه ان القانون مع المراه، لا انتم قاعد تشوفون شق النفقات، شق نعم. المدني، شق الزواج، شق الطلاق، نعم. شق العده والمتعه، انا ما اتكلم عن هذا النوع. نعم، لكن في حاله يعني الاثبات، هل نعم. هو صعب على الشاب انه يثبت ان البنت قاعد تبتزه، ان هذا كله افتراء؟ يعني هل ممكن انه يتم عن طريق او في اساليب تثبت فعلا اذا كانت البنت قاعد تفتري على الشاب؟ صحيح، شوفي الحين صحيح؟ بالتطور هذا الكبير للاسف في طرق يعني تخلي المجرم او اللي قاعد يسوي هذا الفعل يعني على قولتهم يتنصل من الاجرام هذا. ليش؟ لان في حسابات قاعد تتهكر، في حسابات وهميه. الشيء اللي 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 قاعد يتعرضون لنا شبابنا الحين، يعني انا عن نفسي قبل شهرين كانت عندي تقريبا 3 قضايا كلهم يعني متشابهين في القضيه، شباب مقتبل العمر كويتيين قاعد يبتزونهم بنات من خارج الكويت. من خارج الكويت ماخذه صور الشخصيه وقاعد تبتزه، وانا راح انشر هذه صورك و و و ولا تدفع لي مبلغ وقدره. لما راجعنا ولما حاولنا ان ندخل موضوع يعني حاولنا نوصل حق الحساب هذا، الحساب مو مبطل بالكويت، متبطل بلبنان، فيعني البنت كبرها ما هي بالكويت. نعم، فهي قاعده تبتز ملاحقه طبعا قانونية. طبعا اي هي في عندنا الحين كتب نزلناها حق الاداره المختصه في هذا الموضوع، وهي نيابه الاعلام والنشر، وهم المختصين الجرائم الالكترونيه مختصين في هذا الموضوع، هم اللي المفروض ان يسكون هذا الحساب ولكن هذا الابتزاز اللي قاعد نلاقي فيه صعوبه في ملاحقه المجرم في هذا الموضوع اذا كان ابتزاز خارج الكويت. داخل الكويت ممكن يكون لملم الموضوع. نعم، اسهل وايد، اسهل وايد. احنا عندنا اداره للامانه انا اوجه لهم تحيه، اداره الجرائم الالكترونيه. نعم. اداره هي جديده نوعا ما، بلشت في 2016، ولكن هم ناس جبارين للامانه في عملهم. اوجه لهم كل الشكر، وعندهم عندهم تعاون معنا كبير مع المحامين للامانه. نعم. الاساليب او الاساليب والطرق اللي ممكن الشخص يستخدمها للابتزاز شنو يمكن؟ قلت لك الصور، هي يعني اول شيء الصور. لان الحين صار عندهم لا مانع ان انا اصور وانزل.
حتى البنات ما في حرج. يعني الموضوع التصوير دائما احنا ننبه على هذه المواضيع. صوري اخذي راحتك، وانت يا شاب صور اخذ راحتك، بس لا تنزل كل صوره بحسابك، لا تنزل بالسناب اللي انتم تعتبرونه السناب انه هو سيكرت، لا مو سيكرت. انزين احنا الحين يعني ابي اقطع كلامك استاذه حنان، يعني في حاله الشخص عرض هالصور في حسابه الشخصي يتهكر. انزين وخذ الشخص هذه الصوره، ما هو الحين الشخص شلون يقدر، ليش يبتزه اذا هو نزل الصوره؟ هو نزل الصوره بس اللي يبتزه ما ينزلها على ما هي عليها. ممكن يتم تحريف. لا اكيد اكيد يلعبونك فوتوشوب، يلعبونك بالصوره، اي يدمجون فيها باساليب وطرق احترافيه جدا. احنا قاعد تعرض علينا هذه الصور، انا اشوفها انا مستحيل اميز ان هذه الصوره مفبركه، يعني مثلا مفبركه. كأنه صدق الشاب مسوي هذه الحركه ومسوي هذا التصوير. فتبتز. هي انسانه فنانه في الابتزاز وفنانه في الفوتوشوب. الحين كشخص يتم، يعني شخص قاعد يبتزونه، شلون يقدر هذا الشخص يثبت حقه ودون يتعرض للاذى؟ يعني هل المفروض يلجا لجهات معينه في حاله تعرض للابتزاز؟ احنا ولله الحمد في عندنا مثل ما قلت لك الاداره المختصه في هذا الموضوع. عندهم سريه تامه، سريه تامه للحفاظ على سمعة البنت وسمعة الشاب. يعني أي أحد قاعد يبتز الثاني المفروض أنه هو ما يسكت عن حقه، سواء هو شاب أو بنت. البنت طبعا تخاف، هي بمجتمع وتخاف تتكلم، ولكن الإدارة هذه سكرت لأبعد الحدود لدرجة أن نحل المواضيع بالكامل من غير أي أحد ما يدري، إلا اللهم لازم يكون في أحد كبير من عائلتها يكون معاها. عفوا هي هذه الإدارة يعني لازم تتوجه للإدارة أو تتوجه مثلا للمخفر أو وين؟ لا مو المخفر. أي وين تتوجه؟ لا لا. في حالة البنت أو الشاب شكوى. يبلغ اتوجه شكوى للجرائم الإلكترونية. وفي 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 رقم للحفاظ على السريه، وفي طرق معينه للحفاظ على السريه. طبعا هذه طرق عندنا انا ما اقدر اشرحها بالتفصيل، ولكن هي تبدي بشكوى تقدم للاداره المختصه، اوكي، ويتم التعامل مع الموضوع بشكل سري تام، ما حد يعرف الا محاميها او محاميتها والطرف اللي معاها المعني في الموضوع اللي هو والدها، اخوها، امها، اي احد. ها؟ لازم يكون مع البنت اللي بتروح اللي هي قاعده تعرض للابتزاز. لازم يعني لازم يكون يعني احد لازم احد ما هي قاعده تعرض للابتزاز ما تبي ما يخالف، بس لازم احد من اهلها يكون معاها. طبعا هو مو بالقانون يعني مقرين الشيء هذا، ولكن هذا المتعارف عليه. ان البنت لما انت تقدم واذا ما كان عندها احد تقدر هي تتقدم مع محاميها او محاميتها. ايضا المحامي يعتبر يعني كطرف قانوني معاها وفاهم اكثر منها، فهذا هو الابتزاز. بالنسبه شلون يحمي نفسه، طبعا الامور هذه ان المفروض ان الشخص المبتز ماشي، ان المفروض انه ناخذ ونعطي معاه لحد ما نهدي الامور، لحد ما يتم القبض عليه. ما نروح نقول والله احنا بلغنا عنك، لا، هو خلى على ابتزازه وخلى يمارس الشيء اللي هو يبي يمارسه، واحنا نقدم شكوى ب ب ب بامور بامور على قولتهم بدون ما نعلن عنها لحد ما يتم القبض عليه، وعلى اساس انه هم نحافظ على الطرف الثاني انه ما يتعرض للخطر ولا يستقل الشيء هذا، لان انت عارفه بكليك واحد ينشر كل شيء، يعني يقدر انه ينشر حتى صور مفبركه ان تكون حتى البنت مثلا مظلومه فيها. نعم. او الشاب مظلوم فيها. نعم. لو نتكلم عن العقوبات، الابتزاز اللي موجوده في اللي فرضها القانون الكويتي. نعم. خلينا نتكلم عن شق وسائل التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي قلنا ان هي تعتبر جنحه. تحت طائلة قانون الجزاء الكويتي. الجنحة هذه عقوبتها مقررة من الحبس 3 سنوات، أي مبتز عقوبته إما تكون حبس 3 سنوات أو مبلغ وقدرة تعويض، مبلغ وقدرة غرامة مبلغ وقدرها 3000، ومرات توصل إلى 10000 على حسب نوع الابتزاز والوسائل اللي استخدمها لهذا الابتزاز. طبعا الابتزاز بالتسجيل الصوتي يفرق عن ابتزاز الصور، يفرق عن ابتزاز الفيديوهات. يعني كل نوع تقديري. من الابتزاز يعني لا عقوبة مختلفة وتعويض مادي. نعم مختلف. ولكن تبدي من هذه العقوبة. نعم. وتنزل تحت طائلة الجنح، ماشي. فالموضوع ما هو هين ولازم
بناتنا وخواتنا واخواننا الشباب انه ما يستهينون في هذا الموضوع. هذا الموضوع يعتبر مجرم بالقانون، وتنزل انت او انتي كمتهمه وكمجرمه في المجتمع، فما تسوى عليك ولا تسوى على اهلك ولا تسوى على اهلك. فهذه نصيحه مني لهم كاختهم الكبيره، ان شاء الله الله يستر على الجميع ان شاء الله. امين يا ربي. طبعا من بعد هذه النصيحه استاذه حنان، يمكن احنا بكذي نقدر نختم هذا الحوار والنقاش. فعلا نحتاج قليل من الوعي القانوني في هذا الموضوع، وعدم الاستهتار في اعراض الناس وشرفهم اكيد، لان بالنهايه هذا راح تصير مضره للمبتز والمبتز عليه اكيد. كل شيء كل استاذه المحاميه حنان العنزي على تواجدك معنا في اللقاء. حياك الله يسلمك. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نواصل.